البدايه لابد او يجب ان ننوه بالبرنامج الحكومي 2021-2026 على اعتبار انه برنامج طموح متماسك ينحدد مجموعه من الالتزامات التي تعهدت الحكومه بتنفيذها وتنزيلها على ارض الواقع، وصنفت هذه الالتزامات في يعني ثلاث محاور كبرى، هي تدعيم ركائز الدوله الاجتماعيه، تطوير الاقتصاد، وتجويد الاداره وخدماتها. لكن ما اثار الانتباه هو ضمن هذا البرنامج هو عدم الاشاره الى ملف تقنين القنب الهندي ضمن البرنامج الحكومي 2021-2026. بالنسبه لي عدم تطرق الى هذا الامر هذا يمكن ان نفسره او نعطيه تاويلين اثنين. التاويل الاول هو هذا الملف، ملف التقنين قد تم حسمه بشكل نهائي بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون، تمت المصادقة عليه، وبالتالي ارتأت الحكومة ربما عدم ذكره في البرنامج الحكومي، والدور ديالها هو فقط لتنزيل هذا المشروع على أمر الواقع. ربما هذا هو التفسير الأول. ولكن التفسير الثاني كما هو معروف، الملف تقنين القنب الهندي يعني رغم المصادقة عليه من قبل البرلمان إلا أن تطبيقه رهين بالعديد لمجموعة من النصوص التنظيمية، على ما أعتقد 7 نصوص تنظيمية لم يصدر منها لحد الآن إلا مرسوم واحد، هذا المرسوم المتعلق خاص بالوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. وبالتالي عدم الإشارة إلى ملف التقنين ضمن البرنامج الحكومي ربما هو يأتي إلى أن الحكومة لم تضع هذه من أولوياتها ولم تطبعه بطابع الاستعجال، ويبقى أهم مرسوم الذي ينتظره الجميع هو مرسوم تحديد المناطق التي سيسمح لها بزراعة القنب الهندي. هذا المرسوم هو مرسوم هام، ربما الدور ديال الحكومة خلال هذه الفترة هو تنزيل ولا إصدار هذه إحداث وإصدار هذه المراسيم. لكن أمام تمهل الحكومة في تطبيق التقنين، الأسر بمناطق ولا بمناطق زراعة الكيف وخاصة بالمناطق التقليدية توجد في حالة ترقب وتعقد آمالا عريضة على تقنين الكيف. لماذا؟ لكون وضعية الأسر التي تحدد ولا تبلغ تقريبا حوالي حسب دراسة الجدوى وزارة الداخلية التي قدمتها أمام البرلمان حوالي 60,000 أسرة. إذا قلنا لماذا توجد في حالة ترقب؟ لكون أوضاعها الاقتصادية تزداد سوءا سنة بعد أخرى. علاش؟ لأن الطلب على مشتقات القنب الهندي يقل، وكذلك هناك تعامل صارم من قبل السلطات الأمنية في أمام تهريب وتجارة هذا الشيء أدى إلى ضعف الطلب وانهيار أسعار القنب الهندي، وبالتالي يعني أصبحت مناطق، مجموعة من المناطق التي تتعطى لزراعة الكيف على حافة الإفلاس الاقتصادي، لذلك فهي تعلق آمالا كبيرة على هذا الملف ولا على تقنين الكيف من أجل إخراجها من هذه الوضعية. لذلك يرى العديد من المزارعين أن الحل يكمن في تقنين زراعة الكيف رغم الضبابية التي تحوم حول كيفية تنزيلها على أمر الواقع. المجلس الوزاري الأخير، المجلس الوزاري المنعقد أخيرا برئاسة جلالة الملك، أدرج الوكالة الوطنية للاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ضمن المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي سيتم تعيين مسؤولها من قبل هذا المجلس، فبالتالي تحت برئاسة جلالة الملك. ربما هذا مؤخرا تقريبا في بداية الأسبوع، ربما هذا مؤشر نلتقطه من خلال نقول بأن ربما الحكومة ستعجل
تنزيل هذا القانون على أرض الواقع. إذن ونأمل ذلك، يعني نأمل كما في الحال التقنين ولا زراعة، تقنين زراعة الكيف لها ستكون له انعكاسات إيجابية على المجال وعلى السكان وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إذا ما تم أحسن تنزيله على أرض الواقع. بالنسبة للتقنين القنب الهندي هو ربما يفهم الجميع، لكن الغير مفهوم هو ما هو نوعية البذور التي سيسمح للفلاح بزراعتها. هذا هو البذور التي سيسمح بزراعتها حسب القانون، دابا مابقاش مشروع حسب القانون، هي البذور التي سترخص لها الوكالة المعنية بالإشراف على تنزيل هذا القانون. وهذه البذور هي بذور من نوع خاص لا تتواجد بهذه المناطق، بمعنى على اعتبار ان القنب الهندي لزراعة الكيف بهذه المناطق نسبة المخدرات تي اتش سي هي مرتفعة جدا، ولذلك في البذور التي سوف يتم اعتمادها من قبل الوكالة هي غير هذه البذور. وهذا الناس لما فهمينوش هو ان هذه البذور غير صالحة، البذور غير صالحة للقنب الهندي الصناعي والطبي، غير صالح، لذلك سيقتني ولا ستزودهم الوكالة، ولكن كم الثمن وما هي الشروط هذا الأمر هي اللي ربما ستتضح معنا. لكن الأمر الآخر هو كيف سيتم تنزيلها على الأرض. من المعلوم هو أن الوزارة الداخلية أمام البرلمان عندما قدمت دراسة الجدوى قبل يعني اللجوء إلى التصويت على مشروع القانون رسمت يعني مستقبلا بين قوسين ظاهرا، على اعتبار أنها من الأرقام التي وردت في هذه الدراسة أن المردود الهكتار الواحد سيصل إلى 110,000 درهم لكل هكتار، يعني أن مداخل الفلاحين سترتفع بحوالي 40% على ما هو ممكن. لكن يعني الأمور يعني تحتاج إلى توضيح أكثر، يعني كيف سيتم تنزيل وكيف سيتم استبدال هذه البذور بالبذور الجديدة، إلى أمور تحتاج صراحة إلى، وربما هذا هو التخوف الذي يعني مطروح أمام الساكنين.